إذن للمرة الأولى يصل سعر خام برنت إلى 60 دولارا منذ بداية أزمة كورونا. الأسباب وتوقعات الفترة المقبلة نتعرف عليها من خلال محمد هشام المحلل الاقتصادي في أكويتي جروب. مساء الخير محمد، وبداية ما الأسباب التي أدت لصعود برنت فوق 60 دولارا؟ مساء الخير عليك دينا ومساء الخير على مشاهدينك. بالطبع احنا شاهدنا ارتفاعات قويه جدا للنفط من شهر نوفمبر اللي فات، واللي وصلت الارتفاعات لحوالي 60%. وطبعا زي ما انت قلتي الاسعار خام برنت وبرده خام تكساس غرب تكساس وصلوا لاعلى مستوياتهم من يناير 2020. فالاسباب دي نرجعها للتفاؤل اللي في الاسواق بضخ مزيد من التحفيز في الاقتصاد الامريكي، وده بعد ما بيانات الوظائف الامريكيه يوم الجمعه اللي فاتت سجلت اداء ضعيف نوعا ما بعد اضافه 49 ألف وظيفه بس في شهر يناير. ووزيره الخزانه جانيت يلين افادت ان المستوى ده مش هنشوف عودتها مره ثانيه للمستويات الكامله قبل 2022 اذا تم تمرير حزمه التحفيز اللي هي بالغه 1.9 تريليون دولار. السبب الثاني كانت بسبب الانتعاش اللي حصل فيه الاستهلاك بالنسبة للبترول وخاصة في آسيا. فلو بصينا مثلا على الصين، كان نجاحها في احتواء فيروس كورونا عامل أساسي في استئناف النشاط الاقتصادي في الصين، وده طبعا أثر على الطلب العالمي للنفط، وخاصة أن الصين هي تعتبر أكبر مستورد للنفط في العالم. عندنا برضو في آسيا الهند، وهي رابع أكبر مستهلك للنفط في العالم، مستويات استهلاك الوقود وصلت او رجعت لمستوياتها الطبيعيه لما قبل جائحه كورونا. برضه من ضمن الاسباب ان السعوديه تعهدت بخفض مليون برميل اضافي في شهرين فبراير ومارس. نعم. لو استمرت الاسعار عند مستوياتها الحاليه او استمرت في ارتفاعاتها فوق مستويات ال 60 دولار خلال الفتره الجايه. وخاصة هيبقى في اجتماع الشهر الجاي لمنظمة اوبك وحلفائها فيما يعرف باوبك بلس، وممكن يبقى في حديث جديد ان هم يرفعوا الانتاج بعد ما رفعوا الانتاج ب 500,000 برميل يوميا في شهر ديسمبر وتم تطبيقه في شهر يناير بداية العام الحالي. طيب خليني اسالك يعني محمد عن انتشار لقاحات كورونا وبدء كثير من الدول في تطعيم مواطنيها بالفعل، إلى أي مدى كانت تشكل نسبة في ارتفاع الأسعار؟ طبعا من ضمن الأسباب اللي خلت أو دفعت أسعار النفط للارتفاع من نوفمبر اللي فات هي التفاؤل اللي ساد الأسواق بسبب بدء انتاج لقاحات كورونا، وبدات الاقتصادات الرئيسيه ممثله في الاتحاد الاوروبي ومنها بريطانيا والولايات المتحده والصين في تطعيم مواطنيها. فده بيدفع او بيخلي الاسواق عندها تفاؤل ان فيما هو قادم هيكون في تفاؤل اكثر وفي انتاج اكثر، وبالتالي هيبقى في استهلاك او طلب اكثر على النفط، وبالتالي ده هيدعم خلال الفتره الجايه مزيد من الارتفاع لاسعار البترول. كمان برضو إذا توقعاتك لمسار الأسعار في 2021؟ أتوقع استمرار الارتفاع. حاليا خام برنت عند مستويات 60 دولار، أتوقع أن هو يستمر يوصل لمستويات 70 دولار. برضه بالنسبة لخام غرب تكساس ممكن متوقع برضه مستويات 60 وال 65 دولار. خاصة ده في كام شهر يعني أنهم يوصلوا للمستويات دي؟ يعني خلال النصف الاول من عام 2021. ومن ضمن برضو الحاجات اللي ممكن تدعم ده الجدال ما بين ايران وامريكا وتضاؤل الامال في عوده الصادرات النفطيه الايرانيه للسوق في ظل الاختلاف او الخلاف اللي ما بين ايران والولايات المتحده الامريكيه حول اتفاقيه الاتفاق النووي ما بين البلدين، ورفض كل من الاخر ان هو يطبق او يمرر اراء او شروط الاخر. يعني ايران رفضت الجلوس على طاوله المفاوضات. نعم. الا بعد ما يتم رفع عنها العقوبات، وامريكا في المقابل بترفض رفع العقوبات الا
بعد انفاضه. فبرضه ده من ضمن الاسباب اللي ممكن تدعم او تخلي اسعار النفط مستمره في الارتفاع خلال الفتره الجايه زي ما قلت لك خلال النصف الاول على الاقل. شكرا جزيلا لمشاركتك محمد هشام المحلل الاقتصادي في إيكويتي جروب.